رح نكمل إن شاء الله اليوم بتجربة الديليوشن، كيف نعمل ديليوشن لأي محلول. بس شوية بريفيجن عن المحاضرة أو اللاب الماضي. اللاب الماضي كنا حكينا بالديليوشن، قانون الديليوشن اللي بنستخدمه هو C1V1 تساوي C2V2. إيش C1؟ هو عبارة عن الكونسنتريشن الأولي، V1 هو عبارة عن الحجم الأولي، C2 هو عبارة عن التركيز الثانوي، والV2 هو عبارة عن الحجم الثانوي. بالعادة بيكون معي ثلاث أرقام، عادة يا إما تركيزين وحجم مطلوب مني أطلع الحجم الثاني، أو حجمين وتركيز مطلوب مني إني أطلع التركيز الثاني. فعلى العموم بيكون معي ثلاث أرقام أو ثلاث نقاط من هدول، وبالتالي أنا بقدر أستخدم هي عملية بس ضرب وقسمة مباشرة. بقدر أستخدم هذا القانون عشان نكمل عملية الديليوشن. هنكمل إن شاء الله هلأ بالديليوشن اللي بنستخدمه للإيثانول. الإيثانول أكثر شيء أو الأكثر شيوعاً إنه إحنا عم بنخفف الإيثانول بمي عشان نحصل على التركيز المطلوب من الإيثانول. لما بنعمل ديليوشن للإيثانول زي ما بحكي لكم، عادة إحنا بنستخدم المي. الإيثانول أو اسمه الثاني هو الإيثيل ألكوهول، أو اسمه البيور ألكوهول، أو اسمه الجرين ألكوهول، أو اللي اسمه الدرينكينج ألكوهول. خصائصه هو عبارة عن فولاتايل سولفنت، هي مادة طيارة. It is highly flammable، قابل للاشتعال. Colorless liquid، وعادة ممكن يعمل psychoactive drug. Psychoactive drug هو دواء بيعمل suppression أو له downer effect على الجهاز العصبي المركزي. It is the best known type من الالكوهول found بالالكوليك beverage. بيشتغلوا بالthermometers، and thermometers موجودين بالمشروبات الكحولية، موجودين بموازين الحرارة، موجود الإيثانول. In common usage, it is often referred as a sample. بنستخدمه كتير بالformulation اللي اسمها سبرت. سبرت هي formulation تحتوي على تركيز كحول عالي جدا. استخدامات الكحول أو استخدامات الإيثانول بشكل عام هو عبارة عن مصدر فيول، مصدر للطاقة، بيعطي كمية انرجي عالية كتير. برضو أيضا يستخدم بتحضير الالكوليك بيفرج، برضو أيضا يستخدم بالفيد ستوكينج، هو بالأنتيسبتيك، هو معقم للأسطح. الإيثانول it's used as a medical wipes، بنستخدمه بالمناديل المعقمة والمطهرة. And in most common antibacterial hand sanitizers gel and concentration، بالذات إذا كان تركيزهم تقريبا بما معدله 62% volume per volume، يعني 62 مل بمئة مل. برضو كمان يمكن استخدامه as antiseptic. الإيثانول it will kill organism، كيف؟ عن طريق بيعمل denaturation for the protein and dissolving their lipid characters. بيدوب اللبد أو بيدوب المادة الدهنية، المادة الزيتية اللي موجودة بمعظم الخلايا، بمعظم الجدار الخلوي للخلايا. So it's mostly effective against bacteria and fungi and many viruses. بيدوب ببساطة لأنه يذيب الدهون الموجودة في طبقة السيل وول أو السيل ممبرين لهاي الخلية، وبالتالي إذا بطبقة الدهون هذا الإشي يساعد على تحليل السيل وول، وبالتالي بيصير في ليكج، تسريب لمحتويات هاي الخلية. What it is an effective against bacterial spores. Bacterial spores هي عبارة عن أبواغ البكتيريا، ما بفيد فيها نهائيا لأنه البكتيريا أو أبواغ البكتيريا هي مقاومة جدا لمواد الديسانفكتنت، تحتاج مواد مختلفة عشان تعمل عليها عملية التعقيم. عادة كيف نعمل treatment للpoisoning by other alcohol؟ حناخد إن شاء الله بفارما 2 إنه إذا في تسمم بالإيثانول إحنا بنعطي مكانه ميثانول. And sometimes it's used to treat poisoning by other for more toxic alcoholic particulate الميثانول and الإيثيل جلايكول، نستخدمه عشان نتخلص منه. رح نعرف ليه، لأنه بصير يعمل interference بالليفل of metabolism. نحكي عنه إنه إحنا بنستخدمه as a solvent
الإيثانول هو بدوب بالمي, it is miscible with water and it has got general purposes بمعظم السولفنت, فهو ممكن يستخدم بالبينت, بالدهانات, تنكتشر, ماركر, personal care product, بالبرفيومز, وممكن يكون موجود بالديودرنت. البريكوشن البيور إيثانول اللي مقصود فيه إنه تركيزه 100% إيثانول, يعني ما بيكون فيه نسبة مي أو ما بيكون مخفف بمي. بيور إيثانول بيعمل irritation for skin and eyes, irritation وبيعمل nausea و vomit, وبيعمل intoxication symptoms في الindustrial, بيعمل مشاكل بيعمل بالجهاز الهضمي, وأهم organ بيتأثر فيه هو عبارة عن الليفر. على الاستخدام الطويل أو الconsumption الطويل بيعمل الليفر cirrhosis. نحكي على precaution أو نحكي على calculation. السؤال هذا طالب me you have to prepare 15 مل إيثانول, تركيزهم 60, معناته الحجم V2 15, التركيز اللي بده إياه 60 مل, from 90 ml أو 90% stock solution, التركيز الرئيسي 90 مل. يعني وكأن السؤال بيقول لي قديش بدك تسحب من الأوريجينال فوليوم, قديش بدك تسحب V1, يعني قديش الحجم اللي بدك تسحبه عشان يطلع معاك كمية, ضيف عليها كمية مي ويصير تركيزها 60 مل وحجمها 15 مل. على calculation C1V1 تساوي C2V2, تطلع معانا V1 it is equivalent, لا يعني بنحتاج انه احنا نسحب من الستوك كونتينر 10 ml عشان يصير معانا او نكمل عليهم للformulation اللي مطلوبة. هذه RX الإيثانول فيها هو عبارة عن disinfectant وantiseptic, وزنه وكميته 10 ml, ومنحتاج نضيف purified water up to 15 ml. المي طبعا هي عبارة عن diluent وهي عبارة عن solvent. فقط اللي احنا بنحتاجهم بهذه الفورميلا هم عبارة عن سلندر, هم عبارة عن البطل اللي احنا بدنا نحط فيها الفاينل برودكت. بالنسبة لللابلينج, الدوزج فورم هو عبارة عن solution والكمية اللي بدها تتحضر هي عبارة عن 15 ml. استخداماتها تستخدم as a disinfectant and antiseptic. It is applied on affected area والingredient فيها تركيزه 60% إيثانول, والinactive ingredient هم عبارة عن 40% مي. Storage condition, they should be stored tightly closed على الروم temperature في درجة حرارة تقريبا من 15 ل 30 سلسياس ديجري. عندنا طريقة ثانية ممكن نستخدم فيها الديليوشن أو ممكن نعمل فيها ديليوشن, يطلق عليها اسم الالليجيشن ميثود. شو بتفرق الالليجيشن ميثود هذه اللي رح نشرحها هلا عن طريقة الديليوشن العادية اللي هي C1V1 تساوي C2V2؟ اللي بيفرق أول شيء هون إذا انتبهتوا, أنا مستخدمة نفس نوع الإيثانول بتركيزين مختلفين, يعني تركيز عالي وأنا بيطلب مني إني أنا أحضر تركيز أقل مثلاً, أوكي؟ وبيكون عاطيني حجم واحد منهم. فإذا في عندي تركيزين وحجم واحد أو حجمين وتركيز, الطريقة اللي بنستخدمها إحنا اللي هي simple calculation C1B1. بينما متى بستخدم أنا الالليجيشن ميثود؟ الالليجيشن ميثود لما هو من الأساس بيعطيني مادتين, نوعين من المواد, قايمين تركيزين من المواد, وبيطلب مني تركيز ثالث. مش زي هون, هون أعطاني تركيز قال لي start من الستوك سوليوشن اللي تركيزه 90%, الستوك تركيزه 90%, حضري لي منه 60%. لما بحكي لي معاكي محلول تركيزه 90% والثاني تركيزه 40%, حضري لي واحد تركيزه 75%, في هاي الطريقة بضطر إني أنا أستخدم طريقة الالليجيشن ميثود. فتستخدم طريقة الالليجيشن ميثود ببساطة لما بيكون في عندي تركيزين من مادة معينة, مطلوب مني إني أنا أطلع تركيز ثالث من هاي المادة. في هاي الحالة أنا ضروري جداً إني أنا أستخدم الالليجيشن ميثود. فالالليجيشن ميثود زي ما أنا كاتبه هون هو عبارة عن خلط مادتين بتركيزين مختلف حتى نحصل على تركيز ثالث. والنقطة المهمة, التركيز بيكون عالي, تركيز بيكون قليل,
والمادة الثالثة اللي بدي تحسب تركيزها يجب أن يكون تركيزها ما بين المادتين، ما بين التركيزين. هيني كاتبة أحدهما تركيزه بيكون عالي كتير، والمادة الثانية أو التركيز الثاني بيكون منخفض جدا، وبيطلب مني السؤال أحضر مادة تركيزها ما بين التركيزين. تمام؟ زي بعطيك إيثانول تركيزه 90%، إيثانول تركيزه 30%، بطلب منك تحضر إيثانول تركيزه 55% بدون استخدام المي. في هاي الطريقة أنت بدك تخفف كحول بكحول بدون استخدام المي. في هاي الطريقة إحنا بنعتمد مبدأ إشي بنسميه الأليجيشن تكنيك أو الأليجيشن ميثود. فالأليجيشن ميثود it is used to solve a problem involving mixing of two products. أنا بدي أخلط مادتين، شرط هدول المادتين different strength، مادتين كل واحدة فيهم إلها تركيز، عشان يصير في عندي desired intermediate strength، مادة ثالثة أو تركيز ثالث تركيزه متوسط ما بين المادتين. Allegation used to calculate، عادة نستخدمها to calculate the amount of diluted أو of diluent that must be added to a given amount of higher strength. بدي أخلط مادتين عشان يعطيني تركيز ما بينهما. أو يطلب إني أنا أحسب the amount of the active ingredient which must be added to give the amount of lower strength to make the higher strength. قديش بدك تضيف من هاي المادة. أو الأمount من الـ higher and lower strength preparation that must be combined to make a desired amount من الـ intermediate. قديش بدك كم ml أو كم جرام بدك تأخذ من المادة اللي تركيزها عالي كتير، وكم جرام بدك تأخذ من المادة اللي تركيزها منخفض كتير بناء عليه عشان يطلع معك المادة اللي تركيزها وسطي ما بين هدول التركيزين. نحكي عن الديليوشن للإيثانول. طبعا المميز أي شباب كنت عم بحكي انه بالالجيشن ميثود دون اضافة مي، ما انا ما عم بضيف بمي، انا عم بخفف كحول بكحول عشان يطلع عندي تركيز ان بتوين. الإيثانول زي ما حكينا اسمه الثاني هو البيور إيثانول او الإيثيل الكهول او الجرين الكهول أو drinking alcohol، خصائصه volatile، هذا الحكي already إحنا حكيناه. powerful simply، برضو هذا الحكي النظري كلياته حكيناه. يستخدم as a solvent، يستخدم for treating poisoning، يستخدم antiseptic، هذا هلأ من شوي حكيت. كمان مرة precaution نفس الشيء، إذا كان تركيزه pure ethanol بيعمل irritation for skin eye وما إلى ذلك. نفهم كيف بتصير طريقة الالجيشن. السؤال بيكون عاطيني الأرقام التالية. You have to prepare 25 مل إيثانول. مطلوب مني السؤال طالب إنه إحنا نحضر الحجم الكامل للإيثانول اللي بدنا نحضره 25 مل. تركيزه بده يكون 70 مل. From محلول تركيز محلول فيه إيثانول تركيزه 50%. ومحلول تاني تركيزه 96%. بيقول لي without using water، لو قال لي باستخدام المي ببساطة بجيب هذا وبضيف عليه few mLs من المي بيطلع عندي تركيزه 70% بطريقة C1B1. بس هذا السؤال بيقول لي خدي الحجم اللي بدك إياه من الإيثانول اللي تركيزه 50%، خدي الحجم اللي بدك إياه بعد ما تعمل الكالكوليشن من الإيثانول اللي تركيزه 96%، حط التنين مع بعض بحيث يطلع الحجم النهائي 25 مل وتركيزه يكون 70 مل. شو اللي بدنا نعمله؟ نستخدم طريقة الالجيشن لأنه في عندي ثلاث تراكيز، واحد عالي كتير 96%، واحد قليل كتير 50%. مطلوب مني أني أنا أحضر تركيز ما بينهما 70% بحجم ثابت اللي هو 45 أو عفوا 25 ml. شو اللي بعمله؟ بعمل بالضبط زي ما هو موجود عندي هون. أول شيء بحط التركيز اللي مطلوب مني إنه أنا أحضره في الوسط 70% هون، وعلى الطرف العالي الجزء العالي اليسار بحط التركيز العالي، وتحتي بحط التركيز المنخفض. تمام؟ لسه أنا ما جبت سيرة لا ال 20 ولا ال 26 ولا ال 46. أول شيء أنا حاطة 70% في الوسط، بعدين 96 في أعلى الزاوية اليسار، التركيز العالي دائما على اليسار،
التركيز اللي تحتيه بيكون في الأسفل، تمام؟ أول شيء بطرح التراكيز من بعضها بشكل مائل، يعني 96 ناقص 70 بحط الفاليو هون، 96 بشكل مائل هيك، أوكي؟ 96 ناقص 70 الجواب 26. بعدين بحكي 70، هلا ما بزبط أحكي 70 ناقص 50، لا، دائما باخذ القيمة المطلقة، القيمة الموجبة. 70 ناقص 50 بيطلع عندي 20، أوكي؟ عرفنا من وين أجت العشرين والستة وعشرين. كمان مرة بحط القيمة العالية، أول شيء بحط رقم التركيز اللي بده إياه، بده السؤال طالبني 70%. على الزاوية اليسار اللي فوق بحط التركيز العالي، تحتيها بحط التركيز المنخفض. بطرح 96 ناقص 70 يطلع عندي 26، يعني حاصل طرح التركيزين العاليات بيكونوا مقابل التركيز المنخفض، و70 ناقص 50 بيطلع معاي 20. هلأ بجمع 20 زائد 26 بيطلع معاي الرقم 46. وحدة ال 46 هي بارت، هي جزء، لا هي 100% ولا هي فرسنت. طلع معاي 46، بس أنا السؤال شو طالب مني إني أنا أحضر؟ السؤال طالب مني prepare أو you have to prepare 25 مل من الإيثانول. شو اللي بعمله؟ باجي بحكي إنه ال 26 مل اللي سوري هم بدو 25 مل، ال 25 مل اللي بدو إياهم السؤال شو بعمل فيهم؟ بحكي 25 مل. هلا انسوكم من هذا اللي مكتوب، او خليني اشرحه بما انه انا مش قادر اشرح لكم على وايت بورد. بحكي لي هون انه every 46 مل من المكستشر يحتوي 26 مل من ال 50 مل. فرج عليه. هلا نرجع على الارقام، عندي 26 وعندي 20. 26 جاي نتيجه طرح ال 96 ناقص ال 70، وال 50 جاي نتيجه طرح ال 70 من ال 50. بحكي لي 46 مل هي جاية نتيجة جمع 26 مل من اللي تركيزه 50% و20 مل من اللي تركيزه 96%، يعني جاية من هون 26 مل من اللي تركيزه 50%، 20 مل من اللي تركيزه 96%. هدول بيحضروا لي 46 مل، بس أنا ما بدي 46، السؤال بده نحضر 25 مل. فبحكي ال 46 مل كنت أنا بحتاج إني أنا آخذ منهم 26 مل من اللي تركيزه 50%. 25 مل قديش بطلع بحتاج؟ هي عملية ضرب تبادلي 25 ب 26 على 46، بيطلع معاي كمية المادة اللي أنا بحتاجها من الإيثانول اللي تركيزه 50%. نفس الرقم برد برجع بحكي 26 مل، هدول ال 46 مل موجود فيهم 20 مل من اللي تركيزه 96. طيب من اللي تركيزه 25 قديش؟ بحكي 25 ضرب 20 على 46% بيطلع معاي قديش تركيز الإيثانول اللي أنا بحتاجه من ال 26 من ال 96. بهاي الطريقة بكون حسبت له أنا التركيز المطلوب والأحجام المطلوبة إني أنا أخذها من التو فوليوم أو من المادتين، من التو كونسنتريشن اللي موجودين معانا. هلا فبحكي لي هون من الإيثانول اللي تركيزه 50% أنا احتاجت أخذ 14 مل، ومن الإيثانول اللي تركيزه 96% أنا احتاجت أخذ 25 مل. المنطق بيقول 96 بتكون هي يعني الفاليو الأكثر، لأنه إحنا بدنا نخفف التركيز مقارنة بالإيفاليويشن أو مقارنة بالتركيز 70 مل اللي بدنا إياه. تنتين بما إنه أنا عم بحكي عن نفس المادة، تنتين هم عبارة عن disinfectant وبيشتغلوا كمان أيضاً as antiseptic. بالنسبة للتولز والإكوبمنت اللي بدنا إياهم، سلندر أكيد، وبدنا السوليوشن بوتل اللي بدنا نحط فيها الأحجام النهائية. واضحة طريقة الالليجيشن ميثود يا شباب؟ ولا حدا عنده استفسار فيها؟
دكتورة أنا بدي أسألك، قولي تفضل. بأول الصفحة 65 هون عند 46 ام ال، بأول ليش حكينا صفحة كل 46 بعطينا 26 ام ال؟ ليش ما حكينا مثلا 20؟ هان عندي اثنين to prepare 25 ام ال، هون to prepare. اوكي هلا مش ليش حكينا فهمت علي؟ مش سامع ايه؟ هلا السؤال طالب مني انا، لا طالب مني احضر 46 ولا 26، السؤال طالب احضر 45 تمام؟ 25 عفوا. اوكي؟ من وين اجت هاي الارقام؟ خليني بس اعمل زوم ان عشان ما اضلني. اوكي. من وين اجت هاي الارقام؟ هلا ال 46 من الاول شيء اجت نتيجه جمع ال 20 زائد ال 26، هيهم طلعوا منا 26 ام ال. اوكي؟ شو اللي بحكي لي اياه؟ يعني؟ بحكي لي ال 26 ال 46 ام ال اللي هون، اوكي؟ هذا هو التوتال فوليوم نتيجة حاصل طرح او جمع عفوا التو فاليوز ال 20 وال 26. بيقول لي بال 46 مل انت احتجتي 26 مل من اللي تركيزه 50، مع انه ال 26 هي ناتج طرح ال 96 من ال 50، وكأني بحكي اني بطرح بشكل افقي لكن هيك مايل، لكن بعدين بتصير اسقاطات من الارقام، وكأني بحكي لك بدك تسحب 26 ام ال من الايثانول اللي تركيزه 50% عشان يطلع معك ايثانول تركيزه 70% بس حجمه 46. فهمت علي؟ بدك تسحب، بدك تسحب لهون تمام 26 من البوتل اللي تركيزها 50% وتضيف عليه 20 مل من البوتل اللي تركيزها 96% عشان يطلع معاك التوتال كونسنتريشن 70% بس بحجم 46. ليش اضطريت انا اعمل هاي الخطوه هون؟ لانه السؤال مو طالب مني احضر 46 مل، السؤال طالب مني احضر 25 مل، فبتصير نسبه وتناسب. بيقول بيحكي لي إذا كان الحجم التوتال، اسمعني، إذا كان الحجم التوتال اللي بدك إياه 46، هلأ هاي الحسابات للبيكر أو للكونتين ستوك سوليوشن اللي حجمه أو تركيزه 50%، إذا كانت الحسابات بحكي لي إذا كنت بدك تحضري 46 مل أنت احتجتي تاخدي 26 مل، إذا بدك تحضري 46 مل احتجتي تسحبي 26 مل من الإيثانول اللي تركيزه 50%، بس أنا ما بدي أحضر 46، أنا بدي أحضر 25، كم مل أسحب بدل 26؟ فبتصفي نسبة ضرب تبادلي أو يعني ضرب قسمة، عشان أنت تحضري 25 مل تحتاجي تسحبي 14.1 ام ال من الإيثانول اللي تركيزه 50%. فهمت علي؟ دكتور أنا فاهم كل هذا فاهمه، بس سؤالي ليش سحبنا 26 مل من 46؟ لا هذه اسمها الأوريجينال فاكتور، هذا العامل الرئيسي، أنت لا سحبت 46 ولا سحبت 26، هدول هي عبارة عن القاعدة الرياضية اللي بناء عليها أنت بدك تكمل الحل عشان تعرف قديش بدك تسحب عشان تحضر ال 25 ام ال. هيك صار اوضح. دكتور قصده هو انه ليش ما حطينا ال 46 حطينا قبالها 20 مش 26؟ ايوه. ايه كمان مره، ليش حطينا ال 46 قبالها 46 مل دكتوره؟ اه 46 ليش حطينا قبالها 46؟ ليش حطينا 26 قبالها؟ ليش ما حطيناهم 20؟ اوكي. طيب شباب نرجع احنا على القاعدة هاي، ما احنا بنحط القاعدة الرياضية وبناء عليها بنعمل نسبة وتناسب. من وين اجت ال 46؟ اجت ال 46 من هون من 26 و20 صح؟ كأنه بحكي لي اذا بدك تحضري 46 مل بدك 26 مل من اللي تركيزه 50% وبدك 20 مل من اللي تركيزه 96%، فإذا بدك تحضري 46 بدك تسحبي 26، بس أنا ما بدي أحضر 46، أنا بدي أحضر 25، قديش أسحب بدال 26؟ فهي نسبة وتناسب،
وصلت هلا ولا لسه؟ تمام 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 اوكي. فهي هاي القاعده العامه. تمام. يعني عشان تحضر 46 بدك تسحب 26. طب انا ما بدي احضر 46، انا بدي احضر 25، قديش اسحب بدل 26؟ طلعوا معنا 14.1. اوكي، هذه هي طريقه الاليجيشن ميثود اللي احنا بنحكي عنها. هلا نيجي للليبلينج. الليبلينج الفورميوليشن هي عباره عن سوليوشن، الكوانتيتي هي عباره عن 25 مل، استخداماتها هي عباره عن ديس انفكتنت وانتيسبتيك، الدايركشن للابلكيشن مباشر ات از ابلايد دايركت تو ذا سيرفيس، الاكتيف انجريدينت تحتوي على ايثانول اللي تركيزه 60%، احنا ماخذين منه 14 مل، واللي تركيزه 96% احنا ماخذين منه 10 مل. اجمعوا الحجمين مع بعض بتطلعوا 25 ام ال اللي هو اللي طالب السؤال. الستورج كونديشن must be kept في الستورج كونديشن كلوزلي في درجه حراره من 15 ل 30 سلسيوس ديجري. اكزيلري ليبل نكتب عليه keep out of reach of children، ضروري يكون بعيد عن الاطفال، وايضا كمان بده يكون بعيد عن اي دايركت فليم لانه ممكن انه يعني يعمل حريق ويعمل لانه هايلي فلامبل ماتيريال. اوكي، هذا بالنسبه لتجربه الاليجيشن ميثود. نحكي على تنكتشر والسبريد وشو الفرق ما بينهم. التنكتشر والسبريد، اول شيء شو هم التنكتشر؟ التنكتشر هم عباره عن الكوليك اكستراكت، هي عباره عن مواد مستخلصات من او مستخلصات من نباتات، من اشجار، من اوراق تحتوي، هي عباره عن الكوليك اكستراكت من الكحول، يتم استخلاص هاي المواد عن طريق الكحول. ممكن انه يتم استخلاص هاي المواد من الليفز، من اوراق or other plant material واي اجزاء ثانيه من النبته، or a solution of non volatile substance من اي ماده غير طياره. مثال عليها ممكن انه احنا نستخدم او نعمل تنكتشر من الايودين ميكروكروم to qualify as a tincture، عشان احنا نحكي عن هاي الماده انها هي عباره عن تنكتشر ضروري جدا انه يكون فيها الالكوليك اكستراكت تركيزه على الاقل من 40 ل 60%، يعني تركيز الكحول بالتنكتشر على الاقل بده يكون من 40 ل 60%. في بعض الاحيان بده يكون 90% بيور ليكويد از ايفن اتشيف، ممكن انه احنا نستخدم تركيز 90%. التنكتشر هو عباره عن سوليوشن سم كايند اكتيف انجريدينت، بيكون يحتوي على مادة فعالة، بيكون يحتوي على مي، بيكون يحتوي على كحول. الالكوهول help to stabilize the chemical، بيثبت المواد الكيميائية، while the water it help to dilute them from harmful concentration، المي بتخفف التأثير الحاد للكحول. ايودين تنكتشر صبغة او اللي هو منقوع اليود، التنكتشر من الايودين يستخدم as a disinfectant، عادة بيكون تركيز اليود فيه من 2 ل 7% إليمنتال أيودين، عادة بيكون مضاف عليه البوتاسيوم أيودايد أو الصوديوم أيودايد، نستخدمه to dissolve the mixture of ethanol and water، مندوب هدول المادتين بمي وإيثانول، as in the case في حالة local solution أيودين solution، the role of the iodine and the water بده يكون هو عبارة عن to increase solution solubility and the elemental iodine by turning it into soluble triiodide، عشان نعمله I3 بكون ذائبيته أكثر. ليه؟ لأنه الأيودين عنده moderate solubility في الإيثانول وmoderate solubility كمان في الماء، مشان هيك يفضل إنه إحنا نستخدم solvent مباشرة مع هدول المادتين، نستخدم co-solvents. عشان نحضر اليود تنكتشر نحتاج أول شيء يود وزنه 2 جرام، بوتاسيوم أيودايد 2.4 جرام، إيثانول تركيزه 90% 45 مل،
ومي بدنا نضيف ال 55 مل. استخدامات اليود هو عبارة عن disinfectant وantiseptic. potassium iodide هو عبارة عن mucolytic agent. الإيثانول co-solvent والpurified water هو عبارة عن solvent. بالنسبة للإكويبمنت بدنا سلندر، بدنا بيكر، ووتشي جلاس، بدنا بالانس، ميزان، سباتولا، جلاس رود، وآخر شيء بدنا البطل اللي بدنا نعبي فيها. تمام؟ بروسيجر منحط 55 مل مي، منضيف عليهم 45 مل إيثانول، منضيف عليهم كمية 2 جرام من اليود، منضيف عليهم 2.4 جرام من البوتاسيوم أيودايد، نستمر نحرك بالجلاس رود عبين ما نتأكد إنهم دابوا بشكل كامل. بالنسبة للليبلينج نكتب عليهم إنه التنكتشر فيهم هي عبارة عن الدوزج فورم، الكمية اللي تحضرت هي عبارة عن 100 مل لأنها جاية نتيجة جمع 45 مل من الإيثانول زائد 55 مل من المي. 45 و 55 تساوي 100 مل. استخداماتها it is used as a disinfectant، تستخدم as antiseptic، تستخدم to clean, sanitize small superficial wound. Direction it is applied typically on affected area. الingredient فيها 2 جرام يود، 2.4 potassium iodide. الinactive excipient هي 90% إيثانول، تركيزه أو حجمه 45 مل، والمي 55 مل، والستورج كونديشن keep in store، بدها تكون المادة cool dry place، درجة الحرارة 25 سلسيوس ديجري. auxiliary label بدي ينكتب عليها إن هي for external use only، not to be taken internally، store in cool and dry place، keep away from direct flame، وبدنا نحفظها بعيدا عن تناول أيض الأطفال. هذا بالنسبة للتنكتشر. بالنسبة للسبريد، السبريد هم عبارة عن alcoholic أو hydroalcoholic solution of volatile substance. المادة اللي فيها هي مادة تماما طيارة، وكمية الكحول فيها بتكون كمية كحول عالية. الactive ingredient in spread ممكن تكون عبارة عن مادة solid، ممكن تكون عبارة عن مادة liquid، ممكن تكون عبارة عن مادة غازية. Generally الكحول، تركيز الكحول في السبريد is rather higher over 60%، يعني أقل شيء 60% طبعا، أكثر من 60% عشان أضمن إنه السبريد يكون تركيز الكحول فيه عالي. Because of the greater solubility من الـ aromatic or volatile substance بالالكوهول in water. The spread can contain a greater concentration of this material than corresponding aromatic water. When mixed with water or with other or aqueous solution, volatile substance present in spread generally separate from the solution and from a milky preparation. تصير مادة زي المستحلب. Some spread they show incompatible characteristics من the ingredient they contain. ممكن ما يكون في تجانس ما بين المواد المشكلة لهذا السبريد. For example, aromatic ammonia spread cannot be mixed with aqueous preparation. المواد اللي فيها أمونيا ما بتنخلط بالمواد اللي فيها aqueous preparation containing alkaloid زي الكوديين مثلا. وان acid base reaction لأنه ممكن يصير if the alcohol contain of the final mixture is too low. الكوديين والprecipitate بصير في ما بينهم عبارة عن تفاعل حمض وقاعدة، وهذا الشيء يؤدي إلى ترسب الكودين. عادة السبريد should be stored in tight and light resisting container، في أماكن محكمة الإغلاق، في أواني محكمة الإغلاق، وفي أماكن بعيدة عن الضوء in a cool place. This tend to prevent evaporation and volatilization of either alcohol or active principle. بتصير كمية الأكسيديتف الدمج أقل ما يمكن اللي هي التلف أو تعرض المادة للأكسيديت. سبريت may be used for مصدر يتم استخدامهم بشكل صيدلاني as a flavoring agent كمادة منكهة and mechanically for therapeutic value of aromatic
سوليد، ممكن نستخدمهم كمادة معطرة. وممكن نستخدمها as flavoring agent and have an important flavor to their solute of other pharmaceutical preparation. ممكن نستخدمها كمادة معطرة لpharmaceutical preparation تاني. هلا ممكن إنه إحنا نستخدمها for medicinal purpose. The spread it must be or may be taken orally. ممكن تتاخد داخل الفم. ممكن تتاخد applied externally على خارج الجسم. وممكن to be applied inhalation depending upon the preparation أو particular preparation بناء على التوليفة اللي إحنا محضرينها. When taken orally, they are generally mixed with a portion of water. بدهم نخلط مع كمية من الماء to reduce the pungency of the spread عشان نخفف الطعم اللاذع في السبريت. لأنه السبريت زي ما حكيت لكم يحتوي على تركيز عالي من الإيثانول، أقل شيء فيه 60% إيثانول. Depending on material used, the spread can be prepared by simple solution by maceration عن طريق إنه إحنا ننقع المواد، ننقع مثلاً الشيء اللي بدنا إياه بنسبة ما بين الكحول والماء، أو بعملية تطلق عليها اسم distillation اللي هي عمليات التقطير. أي استفسار لهلأ يا شباب؟ أي استفسار لهلأ يا شباب شو عن spread with tincture؟ شباب أنا رح أفصل ID المحاضرة وأرجع بعطيكم new ID لأنه I have تقريباً less than 10 minutes. يعطيكم العافية.